يو اي داتا بيس بروجرامينج نتوركينج الماركتنج كله يعتمد على كلاس. وانت لو فاهم كلاس كويس فاهم مش تراك بروجرامينج هتعرف تحل تعرف تبرمج ايه تعمل الكتاب لوحدك لانه والويب بروجرامينج معتمد على الكلاس وعلى الانتريس والبرمرفيز بقول لك انا مجهز الكلاس وانا اخد منها انستنس كل حاجه كل حاجه مجموعه مبنيه على او بي. احنا ناخد النوت يا دكتور هفهمك مع الجروب. الامتحان يبقى فيه شويه نظري زي بتاعه الفكر. لا لا الامتحان كله مطلوب كويس. هفهمك نموذج بتاع اسئله زي 54 بالكود يعني الاسئله في الامتحان. طيب النهارده هناخد ايه؟ هنتكلم بسرعه عن براس كومبايلر طبعا. لسه بناخدها الترم ده. لسه اول محاضره كومبايلر تمام. انتوا عارفين السورس كود بيتحول ل XE هيتحول ل XE يفهم الكمبيوتر XE اللي هو صفر واحد ولا ماشين كود. الباينري كود. الباينري كود بالظبط. لازم في بروجرام وسيط بيحول لي السورس كود اللي هو سي في بي او دوت جافا بيحوله ل XE اللي هو باينري كود اللي هو بيسميه كومبايلر او انتربريتر. في نوعين عندك من البرامج بتعمل الموضوع ده كومبايلر او انتربريتر. الكومبايلر بيعمل ايه؟ بيمسك الكود ادي كود اهو زي كده اللي بتساوي 5 5 3 14%. ده هاي ليفل سورس فايل مكتوب بسي في مثلا دوت سي في بي او دوت جافا. بيطلع الكمبيوتر بيتحول لمين؟ لصفر وحايد. السطر ده بيتحول لصفر وحايد عشان يفهم الكمبيوتر. بيدخل على الاكسكيوتر بينفذه بيضرب 5 5 3 14% بيحسب مساحه الدايره على اساس ان الدايره نصف قطرها 5 اللي هو طه نقطه تربيع القانون بتاع مساحه الدايره. ده كومبايلر. بس الكومبايلر عشان يعمل الشغل ده محتاج ايه؟ محتاج يمشي على الفايل كله مره واحده. محتاج يمشي على الفايل كله من اول لاخر قبل ما يعمله رن. ويحوله كله اكس اي يحوله كله باينري عشان يعمل له رن بعد كده يحول اكس اي. الانتربريتر زي بالظبط بس ما بيمشيش على فكره مره لاين باي لاين 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 يعني يعمل لاين بيحوله وينفذه يعمل لاين يحول وينفذ. وبالتالي لو حصل ايرور هيعيد الكلام من فين؟ بنفس اللاين اللي حصل فيه. لا بيحل من اول دي يعني هو لو في مشكله بيعيد اول دي تمام. فالانتربريتر هنا ترانزيت ماشين كود اكسكيوت رايت هنشوف ده فورم فيجر تمام؟ خلي بالكم ايه الفرق بين الكمبيوتر والانتربريتر؟ اللي في الكمبيوتر طب الجافا شغال ايه؟ الجافا شغال الكمبيوتر ولا الانتربريتر؟ الاثنين مع بعض. الاثنين ازاي؟ الكمبيوتر الفايل كله قبل ما تعمل له رن ويتحول لبايت كود، البايت كود يتحول له ل سي عن طريق الانتربريتر. يعني البايت كود ده الفرق بين الكمبيوتر والانتربريتر. كنت شفت من الحته دي في ماده الكمبيوتر مدرسوها اكتر. الجافا عباره عن ايه؟ الجافا عباره عن مش تراك بروجرامينج. هنا شغال انتربريتر ازاي؟ ادي جافا بروجرام بتحول بتطلع كمبيوتر بتحول بايت كود اللي هو احنا عليه انترميديت كود اللي هو الكود الوسيط. وبعد كده بالانتربريتر بتاع الجافا بتحول لترن على ماكنتوش ولا على ويندوز ولا على لينوكس زي ما على حسب ما يحصل على حسب ما انت عايزه ترن على انه سيستم. يعني ادي بروجرام دوت جافا ده فعلا هو بيتبعت للبروجرام السي بي بي السي بلس بلس بيطلع كمبيوتر. الكومبايلر حوله للجافا فيرتشوال ماشين الجي في ام. الجافا فيرتشوال ماشين دي بتعمل رن دي الفيرتشوال ماشين اللي بتفهم البايت كود. ولذلك انت هترن الجافا لازم تكون نازل عندك فيرتشوال ماشين جافا فيرتشوال ماشين على الجهاز تمام. فالفكره في كده لازم تكون عندك جافا فيرتشوال ماشين فبيتحول لبايت كود بالانتربريتر ده. طيب الجافا هي تاريخها بدات بانتربريتر صن مايكرو سيستم سنه 1995 و ابتدى يعملوها جنرال بيربس بروجرامينج لانجوج. والجافا هنا از نوت جافا سكريبت عشان في ناس بتعرف ان الجافا جافا سكريبت. الجافا سكريبت عملت عشان نت سكيل عشان تعمل انتراكتيف ويب بيجز. نت سكيل عشان تعمل انتراكتيف ويب بيجز وتعمل كود ران على البراوزر تمام. بينما الجافا لا الجافا هم خدوا اسم جافا كان ساعتها جافا طلع جديد فخدوا بتاعتهم من جافا سكريبت. جافا سكريبت فرونت تقريبا صح؟ جافا سكريبت ايه؟ فرونت 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 اند بالظبط. لكن في ناس بتعرف ان الجافا جافا سكريبت. الجافا سكريبت انتربريت كلها الجافا الكومبايلر وانتربريت. الجافا سكريبت طبعا مالها فيها ممكن تمسك الفاريبل زي الكود زي البايثون تحوله ايه؟ تحوله مره اوبجكت مره فاريبل عادي مره سكيلر يخزن قيمه مره يخزن رقم طبعا. اتفضل. انا فهمت من كلامك عليك ان الانتربريتر بيبقى جواه حته كومبايلر. لا الجافا جافا هي الانتربريتر في نفس الوقت. لا الانتربريتر بيشتغل سطر سطر بيمسك سطر سطر ويحوله ايه؟ للكومبايلر. لا الانتربريتر كله على بعضه زي ما انت بتعرفش تعمل ران في السي بلس بلس غير لما البرنامج كله يكون سليم مفيش سنتكس غيره خالص تعمل له ران ازاي؟ هتحوله كله للكومبايلر لاكس اي. الانتربريتر لا بيمسك سطر سطر مش لا وبالتالي لو في خطا قدام البرنامج هيقف الستوب بتاع الاكسكيوشن بتاعه وهيرجع تاني يرن من اول وجديد تمام.
ال ال الجافا بتشرح كومبوننتس. احنا عرفنا ان الجافا والجافا سكريبت دي الفرق بينهم. الجافا بتستخدم في السيرفر سايد، الجافا سكريبت بتستخدم في الكلاينت سايد او في الفرونت اند في الفاليديشن والانتراكتيفيتي والويب انتراكتيفيتي على الويب بيجز. والجافا ستاتيكالي ستاتيكالي تايب، يعني ستاتيكالي تايب يعني تايب فيها ستريكت، يعني حاجه طيب ليها تايب خلاص ما بتغيرش التايب بتاعها. في الجافا سكريبت لا، حاجه ممكن تغير التايب بتاعها عادي جدا. الجافا ابلكيشن كومبوننتس عندي كلاس لودر، عندي كلاس لودر وعندي الجافا ابلكيشن البروجرام انترفيس دي مجموعه الكلاسز اللي انت عايز تعمل مثلا على الداتابيز. خلي الكونكت بالجافا على الداتابيز على سيكول سيرفر ولا ماي سيكول ولا نيو سيكول اي حاجه من دول. فبتستخدم الجافا كونكتيفيتي، الجافا داتابيز كونكتيفيتي اللي هي او الجافا اف اكس لو انت عايز تعمل جي يو اي. احنا قلنا احنا في الكلاس الجافا اف اكس لو احنا وصلنا لها في الاخر خالص. فدي مجموعة كلاسز جاهزة، كلاسز كلها بتاعت النتوركينج بتاعت الداتابيز بتاعت الجي او اي، كلاسز كلها بيسموها اي بي ار. ابلكيشن بروجرامينج انترفيس بالظبط، المكتبة الجاهزة للموضوع ده. فانت عندك كلاس لودر بيلود الاوبجكتس بتاعتك اللي انت عاملها من الكلاس بتاعتك وبيلود الاي بي ايز. وبعد كده عندي جافا بروجرام بيدخل على جافا فيرتشوال ماشين، وفي الهاردوير ده هو هو الجافا فيرتشوال ماشين هي البلاتفورم اللي ما بين الهاردوير ما بين الجافا بروجرام. في بايت كود فيريفاير ده بيشيك الفورمات في الدوت بلس. خلي بالك احنا شفنا هنا ايه؟ الجافا فايل بيتحول لبايت كود، البايت كود بيسموه دوت كلاس، بيكون اسمه دوت كلاس. يعني الجافا كود بيكون دوت جافا، البايت كود بيكون دوت كلاس. الدوت كلاس بيدخل على الجافا انتربريتر بيتحول لماشين اوبجكت كود اللي هو الباينري كود. في جاست ان تايم كومبايلر ده موجود في الجافا اركتكشر، حاجه دي نظري مش هسال فيها. تمام؟ الجاست ان تايم اتفضل. هنستخدم جي ديفلوبر؟ هنستخدم نت بيز. هيسطر ازاي؟ النت بيز بتنزله عادي من على اوراكل. انت عايز تستخدم اي اهم حاجه بس الكود جافا. تمام؟ بس انا النت بيز، النت بيز بنزله على السايت. هو اخفهم يعتبر. النت بيز كويس. اخف من الاكليبس شويه كمان. نت بيز. نت بيز. عشان تكودي. هو حاليا مفيش معانا عشان خاطر الموضوع. بس انت عشان تكودي لازم تستخدمي الاي دي اي ده. يعني انا في المحاضره والله هشرح على الكود على طول، هشرح على الكود على طول. وانتوا يعني لو هو انتوا حد صار استنى من للدكتور المعيد مثلا حاجه زي كده. لما اشوف دلوقتي بعد رمضان هشوف الوضع ايه. حاليا في رمضان مفيش استكاش. بس ما اعرفش ايه الوضع. لو في هبلغكم واقول لكم في تسليم سيرفيس بلان زي كده. لو كنت انا مش طبعا سنه، انا في سنه 2018 قبل موضوع كورونا ده كنا بنعمل 25 درجه، عملنا 25 درجه على تسليم على امتحان والله امتحان متر مش من فير بقى امتحان في المعمل. يعني كل اسبوع كل اسبوعين كل اسبوع اسبوع او اسبوع لا كل اسبوع في سؤال لو بجيبه بتوزع طلبه ويحلوه في نفسه هو ممكن حضرتك تدينا يعني اكسرسايز عادي يعني نبراكتس عليها مش مشكله. بس انا بخاف من الكود بيست بتاع بيتنا العام بيشتغل تسليم الرسائل والكلام زي كده. لا احنا حصل معانا بفضل هو احنا كنا بنسلم على فكره في السي بلس بلس كورونا السنه اللي فاتت كنا كان الدكتوره ساره ودكتوره زينب الاثنين كانوا متقسمين الدفعه عليهم نص ونص. تمام. وكان كل واحده فيهم بتدينا اساينمنتس وبتدينا عليه درجات وخدنا 25 درجه كلهم. ماشي. وخدنا بونص كمان. ايوه والله. الجاستن تايم كومبايلر اللي هو الجافا طبعا عشان تحول لبايت كود، وبعد كده البايت كود تتحول لانتربريتر الماشين كود ده بيعمل بطء عن السي بلس بلس. فقال في حاجه اسمها جاستن تايم كومبايلر في الجافا ده بيمسك الكود ده بيشتغل على جزء من البرنامج او بيشتغل على البرنامج كله بتحدده يعمل له رن بسرعه يعني يعمل ايه؟ يحاول يقفل الماشين كود على طول يحول على طول الجاستن تايم كومبايلر يحول الجافا سورس لبايت كود هنا ات ران تايم الجيت كومبايلر جاستن تايم كومبايلر بيحاول يقفل بايت كود على طول. تمام؟ عشان تقدر تجيب السبيد بتاع السي والسي بلس بلس. عندك ال ديش الجي بي كي، الجي بي كي هو الجافا ديفلوبر كيت، الجافا ديفلوبر كيت، الجافا ديفلوبر كيت دي انت عندك ثلاث فيرجنز منها، الجافا ستاندرد اديشن دي اللي هنشتغل بيها الشبكه بتاعت اللي هي جي اس سي فاندمنتالز والاو بي، والجافا انتربرايز اديشن، الجافا 2 انتربرايز اديشن جي اي اي دي اللي هي بتعمل بيها الويب بروجرامينج اللي هو سيرفر بيجز، جافا سيرفر بيجز وجافا سيرفر فيسز. وعندك الجافا لو انت هتكتب برامج تشتغل على الموبايل الهاند هيلد ديفايس دي الجافا ميلينيوم اديشن
مش دي اللي كانت زمان قبل ما قبل الاندرويد الام اي دي؟ صح؟ تمام؟ جافا مايكرو اديشن. احنا كتبنا شغل جافا ستاندرد اديشن دي اول واحد. دي الجي بي كي، الجي بي كي عشان خاطر تكتب برامج الجافا. تكتب تعمل برامج الجافا. تمام؟ دي الاديتورز او الاي دي ايز بتعمل تكتب برامج الجافا. زي مثلا نت بيز، ده برنامج نت بيز اهو، اكليبس، انتلي جي. تمام؟ دي الاشهر ثلاثه. الجافا بروجرام بقى بيبدا ازاي؟ بيبدا كلاس. انا عندي كل البرامج في الجافا لازم تكون موجوده على الاقل فيها 1 كلاس، على الاقل يكون فيها 1 كلاس اللي هو المين. الكلاس دي بنبدا بيكون اسم البرنامج بتاع الجافا، اسم الفايل بتاع الجافا بنفس اسم الكلاس، اسم الفايل بتاع الجافا بنفس اسم الكلاس. يعني كلاس اسمها ويلكم، يبقى البرنامج بتاع الجافا اسمه ويلكم دوت جافا. تكتب كده بابليك كلاس ويلكم، بابليك سيفيك فويد فيها مين زي سي بلس بلس، عملنا الجافا قالت سي بلس بلس في السنتكس، بابليك سيفيك فويد مين سترينج ار جي اس. تمام؟ دي مش موجوده في السي بلس بلس. يعني دي اريه سترينج، يعني كلاس ويلكم ده هو ويلكم، دي كلاس ويلكم اسم الكلاس، دي كي وورد، دي ويلكم دي فيها حاجه فيها. اصلا في اكثر من كلاس، ده بيبقى جوه الكلاس ده ولا مش فارقين؟ لا انت لما تعمل بروجكت ده كله هو كلاس، المين هو كلاس. ها؟ لو عملت اكثر من كلاس ممكن عادي اكثر من كلاس مش مشكله. هو الكلاس ويلكم جوه نفسه؟ لا لا، كلاس ثاني، كلاس ثاني وبراها، بس اهم حاجه في كلاس واحده عالي في مين؟ ده اللي بترن عليه. واسم الفايل يكون باسم انهي واحده بقى؟ المين؟ اللي فيها المين؟ ده اسم البرنامج بتاعك نفسه. اسم البرنامج يكون نفس اسم الكلاس اللي فيها المين. تمام؟ وادي الاوتبوت بدل سي اوت سيستم اوت برنت لاين، وطبعا احنا عارفين اول ما نتعلم نقول لك ويلكم برنامج ويلكم ويلكم تو جافا. انت عموما الجافا مش عايز تاخد نت بينز او كليبس، ممكن تكتبها في نوت باد، تكتب الملف في نوت باد عادي وعملوا دي دوت اي اكس اي بس دوت جافا، بس دوت تكس، محدش هيحفظ دوت تكس، غير الفايل تايب سيف وخليه دوت جافا. هاي خمس دوت جافا. وتيجي هنا بعد كده ترمي من على كوماند ويندو، الكوماند سي ام دي ويندو، ترمي ازاي؟ ترمي تقول جافا سي، تقول جافا سي، جافا سي دوت اسم البرنامج، جافا سي معناها جافا كومبايلر، ويران تديله هيطلع لك وقت دوت كلاس، هيطلع لك دوت كلاس، وبعد كده تنقل لك دوت كلاس اهو، دوت كلاس كان في حاجه ما تفهمش في اي حاجه خالص، وممكن صاحبك ما حدش يفهم في حاجه خالص، بس هو لو معاه يعمل رن البرنامج، دوت كلاس اهو، ده البايت كود اللي هو دوت كلاس، طالع من ده، السورس كود اللي هو دوت جافا، وبعد كده بيرن ده بيستخدم امر جافا سي اللي هي جافا كومبايلر. جافا سي جافا كومبايلر ويلكم دوت جافا، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ويلكم دوت كلاس. انت مش هتكتب جافا ويلكم دوت كلاس، تكتب جافا ويلكم بس. هعمل لك رن وطلع لك الرساله ويلكم تو جافا. ده لو على السي ام دي ويندو الشاشه بتاعت الدوس. كوماند ويندو برومت. زي ما قلنا جافا كومبايلر اهو جريت ويلكم دوت كلاس، واللايبرري بيطلع جافا شو ماشين بيطلع ايه؟ بيرن على اي كمبيوتر. بيجي يشرح هنا بقى ادي المين، المين طبعا السبيلنج بتاعها زي سي بلس بلس، المين سمول دي لازم تكتب كده، وتكتب بابليك سيفيك فويد، هنعرف يعني بابليك مستهدف معناه ايه، طبعا فويد انت عارف معناه ايه، بابليك بس هنعرف معناه ايه، بابليك كلاس من اسم الكلاس بتاعتك او نفس اسم الفايل بتاع البرنامج. وبعد كده في الامر الطباعه على الشاشه سيستم دوت اوت برنت لاين ده مكافئ سي اوت. بعد كده ويلكم طلع رساله من ايه بابليك كوتيشن، وهو بتطلع برنت مسجز بيطلع لك الامر. طيب هنا بقول لك ازاي اشغل البرنامج اللي شفناه من شويه، هي باستخدام السي ام دي ويندو، كوماند ويندو، كوماند برومبت ويندو. طيب في عندك مين؟ عندك تكس باد، برنامج برضه على فكره بيستخدموه، كنت دارس بيه في كل يوم، بس دارس بيستخدموه تكس باد، تكس باد ده بس متعب شويه، خلي فكره كود بنفسك، تقعد تشيل واحده واحده. مش لايبراري اصلا ولا مش لايبراري، بس هو ميزته ان هو لو حد اتعلم جديد بيخليه يفتكر الحاله صح، مش عايز اسيبه كله، مش عايز اي حاجه، لان النت بيز بيساعد، النت بيز تعمل البريس يعمل لك البريس صعب، يقفل لك البريس، يظبط لك الدنيا كويس، ويظبط لك الاندنتيشن اللي جوه بتاع الكود ده، هو جاي تحت قفله جاي جوه في زي الدريم ويندر. ايه؟ زي الدريم ويندر بيظبط الكود كله، بيظبط كويس جدا. طيب ايه هو اناتومي التشريح برنامج الجافا؟ بتكون من ايه؟ كلاس نيم، طبعا كلاس نيم اهي، بعد كده المين ميثود، تكتب كده سترينج
ار جي اس ممكن تشيلها على الشيل، مش لازم يعني لو موجوده السيلر بتاع السيلر خلاص، بس هي افضل تخليها حتى لو انت تبعت برامترز للمين، تبعت للمين تقول لها اشتغل يمين بالبرامترز الجديده دي. دي هنشوفها. والستيتمنت اللي عليها كل ستيتمنت بايه بقى؟ سيمي كولون. سيمي كولون. طيب والترمينيتور انت عندك الترمينيتور بتاع السيمي كولون بعت لها ريزيرف دور، مين الريزيرف دور دي هنا هتقول عليه هناك؟ بابليك والكلاس والستاتيك والفويد. بس هم دول ريزيرف دور، سبع لغه. كي ووردز. البوكس على انت ممكن تشتغل هنا باند اوف لاين او بنيو لاين، يعني في ناس بتحب تشتغل بالشكل اللي هو ما بحبش الشكل ده، بحب اللي هو انزل بريس هنا او عشان ده كل واحد صوت الثاني. عندك دي سبيشال سامبلز طبعا الدبل كوتيشن عشان تحط رساله، رساله تطلع على الشاشه، السيمي كولون نهايه الامر، دي الكومنت كومنت اري الاري ده اللي هو لوجن كلوزنج بيست بلوك، البلوك بتاع فور لوب بتاع اف ستيتمنت، البلوك بتاع ميثود، طبعا الفانكشن اسمها ميثود في جافا. هنا عندنا ودي الاقواس بتاعت ال دي البريس اصلا، دي الاقواس البريفيسس دي بتاعت ايه؟ بتاعت الفانكشن. طيب ادي اهو الكونديشنز والحاجات دي بالظبط. الدوكيومنتيشن تصير الدوكيومنتيشن الكومنتس نفس الكومنتس ثلاث كومنتس بالظبط لما تو باك سلاش تو سلاش قصدي. بلاس نيم هو بقول لك ان بلاس نيم خليها كابيتال، افضل اول حرف خليها كابيتال، يعني ده الكونفنشن، ده التقليد او الشائع ده في انك تخلي بلاس نيم يبدا كابيتال. ولو هي كمان مقطعين يا تحط عند السكور يا تلزقهم في بعض، اللي هم اول حرف من كل مقطع كابيتال اللي هي الكامل كيس والباسكال كيس. الاندنتيشن انا لازم في اندنتيشن البلوك النيو لاين ستايل ده اللي مفضله، ده اللي بيند البريس تحت بعض ولا لا، وفي الاند اوف لاين ستايل. البروجرامينج ايرورز مش حاجه بروجرامينج ايرورز، في حاجه انواع من الايرورز شفتها في السوبر كورس اللي هم ايه؟ سنتكس والران تايم واللوجيك ايرورز. مين اخطا فيهم؟ لوجيك. لوجيك ليه؟ لان ما بيبانش في الاكسكيوت. دكتور بيبانش في الران تايم. ما بيبانش في الران تايم. ما بيبانش في الران تايم ده البرنامج بيهمك خلاص بيقدر يعمل كراش. السنتكس خلاص بتشوفوها في الكومبايلر بيكتشف انك صح وغلط. لو بصينا في ايه السنتكس ايرورز؟ السنتكس ايرور مثلا في دبل كوتيشن ناقصه. برافو عليك دبل كوتيشن ناقصه. شاطر يا حسين. دبل كوتيشن ناقصه صح. ده هنا السنتكس ايرور. طب لو بصينا في ده رانتاني على الزيرو ما ينفعش مع الزيرو جماعه مش عارف انا فكرت افكر شاطرين اصلا مش عارف مش بلحق افكر. طب ده مش ايرور، ايه الخطا اللي غلط فيه؟ حط المساله دي هو اصلا مش مرتب الاولويات المفروض يحط الاولويات. لا مش موضوع اولويه، لا هو 9 ل 5 اصلا هتدي فراكشن صح؟ ما هتدي فراكشن، ما هو مش هيطلع نتيجه فراكشن اصلا، هيطلعها لي انتجر مثلا. لو انا مش برافو برافو ده البريتور ده كارثه، ده لو علمنا عشان انتجر بيعمل انتجر ديفيجن. واحد بس المفروض هي الحسبه الفيزيائيه بتاعتها 1.1. فدي ده المشكله زي ما انت قلت ما حدش هيكتشف غير لما البرنامج طلع نتائج بس غلط. طلع نتائج بس غلط. تمام؟ وحنا فين انت البرنامج؟ هات شكرا خالص. تمام؟ ممكن حضرتك تدينا 2 و 3 مفيش مشاكل لو كله سنتكس وحاجات خفيفه جدا مش مشكله خالص بجد. وندخل اصل فعلا احنا محتاجين الاو بي جدا. طب دكتور بناء عليه حد ان القيمه اللي هتطلع انتجر ونص مش محدد الداتا تايب اللي هينتجر. لا هو عشان خاطر بص ده الانتجر ديفيجن سلاش لو العلمين عشان ما انتجر كونستانتس او انتجر فاريبلز بيعمل انتجر ديفيجن. لو واحد فيهم اتقلب فلوتنج بوينت فاريبل او كونستانت بيعمل فلوتنج ديفيجن يعني طلع كسر. لازم اكتب واحد فيهم 9 بوينت مثلا 9 بوينت 0 5 بوينت تمام. اما كده يطلع واحد بس طلع انتجر ديفيجن واحد كده هو انت برنامج الفيزيائي اللي كده مش هيطلع نتيجه مظبوطه اصلا. لما تقول له 9 بوينت بتقول له كده بشتغل فلوتنج بيمشي في ده اسمه طاير يعني مش ايه في ده اسمه طاير ولا بس هو البرنامج طلع قرر عليه غلط بس شغال ما اضربش. طيب ال هو في صوت فايبريشن مش عارف هو طبعا راضي تمام.
هتعرف نعمل هتعرف انت حساب الدايره يا جماعه مفيش مشكله اهو بص بيعمل كومبيوت اريا وكلاس كومبيوت اريا من المثل اهي دبل ريديوس دبل اريا ساين ريديوس ريديوس 29 سبب ريديوس هنا بضرب ريديوس في ريديوس طبعا انت عارفين الريديوس بتاعت ايه بتاعت الدايره وهنا ستوب برنت لاين طبعا هو بيقول لك بلس بلس ايه هيعمل كونكاتينيشن كونكاتينيشن صح؟ كونكاتينيشن بالظبط ريديوس ده هنا الفاريبل مش ريديوس الكلام حد ده ليه مهم طبعا نرى ازاي السين المكافئ السين بقى المكافئ السين المكافئ السين اللي هو ايه؟ سكانر سكانر نيو سكانر اساس الوحيد بتعرف من كلاس سكانر سكانر كلاس ده في الجافا بتعرف من كلاس سكانر بتعرف منها فاريبل اسمه ايه؟ انبوت انبوت الفاريبل من كلاس اسمه اوبجكت انا هقول لك خلينا نقول فاريبل تعرف فاريبل من كلاس اسمه انبوت او انت حر تسميه زي ما انت عايز اسميه ان شاء الله اي حاجه تست عايز اسميه اسم تسميه بس اهم حاجه تعمل سكانر سكانر انبوت تساوي نيو سكانر سيستم دوت ان الناس بتوصف ده سكانر الاوبجكت ده لو الفاريبل من كلاس في ميثودز جاهزه ميثودز او فانكشنز جاهزه الفانكشنز الجاهزه هي ايه؟ هي نيكست دبل تيرا دبل نيكست ان تيرا ان نيكست فلو تيرا فلو نيكست تيرا سترينج تمام هذا هي والانتر دبل فاليو اللي هي الدبل فاليو بتاعت الريديوس في القطر فبقول عرف سكانر ان تساوي نيو سكانر ستدلت زي ما هو كده هقول لك بعد كده قدام في الاوبجكت اللي معناه ايه عارف الدبل دبل ده طيب موجود في الجافا زي السي بلس بلس دبل دي دي ده فاريبل ايكوال انبوت اللي انت عملته من شويه انت بتقرا بي اللي هو زي اس ان واخد فانكشن منه ميثود منه تاخد الميثود المكافئ للتايب بتاعك وتقرا التايب اللي انت عايزه في نيكست دبل في نيكست فلو نيكست ان نيكست باي نيكست شورت ما في نيكست بس تقرا سترينج في انت نيكست ان بس مفيش نيكست شارت كارتر مفيش كارتر بتقرا سترينج تاخد اول كارتر يعني انا كل ابي سي ان لازم اكتب سكانر انبوت ايكوال نيو سكانر سيستم دوت ان لا مراحل فيها لا مراحل تسميه كل برنامج بس انا فوق زي الهاش كده لا بس ده ده بس ده بتكتب في المين مره واحده او بعد كده بستخدمها بس انا عاجبك بعد كده باخد الاوبجكت منها واستخدمه هو الاوبجكت ده اوبجكت ايوه باخد بالظبط نفس دوت اسم مثلا الدكتوره دي واحطها في الفاريبل اسمه دي ومن لا حسب لا هو طبعا هو انت تبقى دوت نفس انا يبقى هنا دوت دي انت بالظبط تمام وهنا عندنا خلي بالكم ده بتعمل مره واحده بس في المية او في الميثود انا برضه السكوب بتاعه حصل المية او الميثود بتعمل مره واحده وبتستنى بس انا لازم اعمله امبورت سكانر جافا بتكتب سكانر زي امبورت مين زي هاش هاش انكلود اي او ستريم اي او ستريم بس ده لازم اعمله حاجه اسمها امبورت سكانر دي بتعرف في اللايبرري التعريف بتاعها موجود في باكج النيم سبيس في السلاس اصلا بتاخده في الجافا اسمها باكج الباكج مع بعض بلس مع بعض فالنيم سبيس في السي بلس بلس مخفف الباكج فانت عايز تعمل امبورت الباكج اللي فيها سكانر بتعرف الباكج اسمها ايه اسمها جافا دوت يوتيل دوت سكانر او جافا دوت ستار عشان خاطر ايه؟ يعني انا لما اقول له سي ان دي انا بقول له دي ايكوال سي ان دي ايكوال لا مش سي ان فين؟ لا مش ان يعني دي ايكوال ودخلني بقى في دي الكلام ده هو حاطط له هو هيراها هنا ميثود دي ديزرت دي ميثود اه ميثود اسم ميثود موجوده في الاوبجكت اه يعني مفيش ضربه كده واحده بس لا دي ضاع ده اسم ميثود بمعنى كده اهو انا عندي كده هعمل اللي هو انتجر مثلا يبقى مثلا انتجر اكس ايكوال انبوت انا عرفته من شويه من فوق دوت نيكست انت اسمها كده وهنا احط البارامتر بتاعها في الاول دي هتوقع في الكيبورد هتوقع في البرنامج تسمى الانبوت كل مره الانتر ياخد القيمه ويحطها في اكس في نيكست ايه تاني نيكست فلوت نيكست فلوت ودبل ونيكست سترينج ونيكست سترينج نيكست سترينج اسمها نيكست بس بقى نيكست بس نيكست بس ما اسمهاش نيكست سترينج او نيكست لاين بيرا لاين الفرق بينهم ايه؟ تقرا سطر كامل دي بس لاين تقرا سطر كامل اما تقرا حد سبيس بس دي تقرا حد سبيس بس دي تقرا كلمه واحده بس حد سبيس دي تقرا سطر كامل حد انت حد ما انت السطر كله على بعض والبوليان البوليان نكس بوليان لا مش شكل بوليان في بوليان في بوليان هو في بوليان بس قصدي مش عارفه يعني تقرا ازاي بس هي لا ما تكس بوليان بعد
هو انا عندي اعرف فاريبل فوق سطح دي فويد اصلا بوليان فويد صح البوليان البوليان في عندنا بوليان لو فورس بس قصدي مش بتاخد بارامتر يعني هي عشان كده مش تبقى ليها ميثود ممكن هي ممكن ترى قصدك انا بس هوريكم ازاي نعمل الابلكيشن ازاي مش شايف نت بينز اهو نت بينز اهو تمام هنعمل زي فايل نيو بروجكت نختار جافا جافا ابلكيشن بس جافا ابلكيشن 4 هو بيسايب في البروجكت ابلكيشن زي ما انت عايز هنا الحته دي بروجكت ابلكيشن وهنا البروجكت فولدر الفولدر بتاع البروجكتس كلها على بعض ونت بينز بروجكت يبقى موجود في دوكيومنتس غالبا لما بتنزل نت بينز بيعمل لك فولدر اسمه نت بينز بروجكتس في ماي دوكيومنت وسيب الحاجات زي ما هي قول له فينش هو هيروح يعمل لك جافا ابلكيشن 4 طبعا هو اسمها اسمه جافا ابلكيشن 4 5 الترتيب اللي انت بتعمله ايه لازم تغير البروجكت نيم يعني كده عامل كلاس المين كلاس هي اسمها ايه هي المفروض المين كلاس دي فيها اسم البروجكت نفسه اللي انا هشتغل عليه ايه جافا ابلكيشن 4 اهي المين كلاس اهي جافا ابلكيشن 4 طيب عمل لي عمل بص عمل لي باكج البروجكت نفسه بيعمل له باكج زي نيم سبيس يعني بيعمل له باكج اسمها جافا ابلكيشن 4 برضه نفس اسم البروجكت هنا عندي المين اهي شيل ده كومنت وبلا شيل المين اهي المين بابليك فويد مين انا هعمل ايه عايز سكانر ده كومنت ممكن اشيله حاول سكانر هسميه انبوت زي ما هو مسميه مثلا او ممكن اسميه اسم يساوي نيو سكانر سيستم دوت ان سيستم دي كلاس دي موجوده نازله معاك لما موجوده في باكج اسمها جافا دوت ان وجافا دوت ان بتنزل اوتوماتيك معاك او من عند بروجكت لكن السكانر دي مش موجوده انا هنا بعمل ديكلاريشن للمريض ده بعمل بحفظ اللي هو الباقه دي من الكيبورد اللي هو زي السي ان مقفل السي ان في سي بلس بلس تمام فبقول هنا سكانر ده مش موجود فبتعمل خط احمر فاعمل ايه؟ هعمل لها امبورت بالظبط ممكن اعمل كده اقول امبورت جافا دوت سكانر يوتيل ممكن اقول دوت ستار وامبورت كل اللي فيها امبورت دوت سكانر اهو طيب انا اتعلمت دي وخلاص وعرفتها خلاص بس انا عايز بسرعه كده حلو ممكن اكليك يمين على سكانر دي عليها مشكله اقول له فيكس امبورت هو هيقول انا اعمل لك امبورت لجافا دوت يوتيل بالسكانر اوكي هو هيضيف صفر لوحده هيضيف لوحده فوق اهو ضافه تمام طيب نيجي بقى للقرايه انت قريت هتقرا ازاي هتقرا كده اللي هو مثلا عملنا هختار نشوف بوليان دي فيها زي بقول بوليان تيست بيساوي انبوت دوت نيكست في بوليان هنا لا ده مش بوليان لا في بوليان هنا بس بوليان بس عشان ما استنتجش فيه خالص كده نيكست بوليان تمام تقرا قيمه تمام واي هنعمل لها اسمها برنت لاين سيستم دوت اوت دوت برنت لاين برنت لاين تيست طيب تعال نعمل ران من هنا وهقول له دخل هو هيقول لي هنا هقول له ترو دخلها ترو وعملت ران ثاني قلت له فولس اديني فولس ماشي طب لو قلت له اي كلمه ثانيه ما تسيبش الكلمه مش بوليان ينفع في الديكلاريشن في الدوت ينفع اشيل البوليان دوت بوليان في خط سطر اطلع اسم كل المؤثر الانبوت دوت نكس سطر ثاني ماشي بس لا تاخد الاوتبوت بتاع انبوت تقص في فاريبل ليه؟ مالهاش لازمه انبوت نكس بوليان نكس بوليان دي ميثود ترجع لك قيمه هتاخد القيمه بتاعتها في ايه؟ لا تاخدها في فاريبل ايوه بحط بقى اسم تيست هنا ماشي مش مشكله وعمل اصلا ديفرنش نص خطوه لا لا عادي مش مشكله فيها خالص طيب هنا بعد كده احنا هنروح لمين؟ هنروح ل طبعا هو هنا اسم الفيرب يبدا بايه؟ بالتالي طيب يا ريتك اندرسكور يا دولار ساين هنا دولار ساين نبدا بدولار ساين زياده اسم البلد بيبدا بلتر
او اندرسكور او دولار ساين. ما بتاش الديجيت، الديجيت بقى من ثاني مكان. الديجيت بقى من كام؟ من ثاني مكان. طبعا اسم الفاريبل ما يكونش كيورد ولا ريزيرفد وورد او ريزيرفد وورد. واسم الفاريبل لو انت ما مقطعين حط ايه اندرسكور، لو انت عايز تعمل زي مسافه ما فيش مسافه اسم الفاريبل، او اعمل كامل كيس مثلا. الكامل كيس بالظبط. هنا فاريبل زي دي ادي فاريبلز، ادي انت دبل شار، شار هو كاركتر. طبعا انا بعدي حاجات انتوا عارفينها ايه ده، هي الكاركتر دي لا مفيش نيكس دوت دوت كاركتر، مفيش نيكس شار اللي بدلها نيكس بس. نيكس بس او نيكس سترينج او بيقرا نيكس او نيكس لاين. انا خدها اهي تمام. هنا عندنا ادي ديكلاريت ان شو لازم فون ستيب اللي بسعرها دي، فون ستيب عملها اللي فاتت كانت اكتر من ستيب تمام. الكونست مقابلها فاينل، الكونست مقابلها كلمه فاينل في الجافا. في الفاينل ده كونست في سي بلس بلس، كونست دبل بار فاينل دبل بار. برضه بتتعرف بره؟ بره بره فين؟ بره مين؟ بره مين في الكلاس ممكن تعرفيها؟ في الكلاس، في الكلاس، في الكلاس تمام. عندنا هنا نسيب من الفونديشن بره الكلاس، نخلي اول حرف كابيتال الكونست، نخلي كلها كابيتال. لو هي مقطعه فتح اندر سكور ده نيم الفونديشن. اي كلاس ممكن تعملها في بايت، ده الجديد البايت لو بشيل 1 بايت، وده بشيل من كام؟ من سالب 128 لموجب 127. ده 127 صحيح؟ ايه؟ صحيح؟ السايز بتاعه ساين يعني؟ ساين لا ساين لا، ما هو فيش ساين. الشورت ما عندناش هنا عن ساين تمام. الشورت والشورت ده موجود عندهم اللين كلهم يعني. الشورت دول داتا تايبس؟ داتا تايبس اه. الشورت ده داتا تايبس اقل من الانت بايت. الانت بيشيل اربعه، اللون بيشيل ثمانيه، الفلوت اربعه، الدبل ثمانيه. ده انا هتحطوه في سيس 500. الفلوت اللي هو 32 بسيشن والدبل 64 بسيشن، عايز تديه 64 بسيشن. طيب ادي البيزنس بقول لك على نفس بايت شورت انت لونج فلوت دبل دي موجوده في كلها فين؟ في السنه ميثود، في السنه كلاس. وبالتالي لو شفت من السنه كلاس ياخد يبقى في ادي حته اوبجكت اورينتد. ان انا عندي كلاس عرفت منها اوبجكت، الاوبجكت ده بيطبق معاه بنزل معاه في اي كل الميثودز موجوده في الكلاس دي تمام؟ لفضل هو دلوقتي نيجست اي حاجه بعديها ده كده بيقدر من الضفر صح كده؟ بيقرا من السكرين اب بتاع الكيبورد اه الضفر بتاع الكيبورد تمام. طيب دلوقتي مثلا هو قاعد مثلا ايه عامل نيكست انتجر وكتبت حروف، هو بقى الفانكشن دي اللي بتخش تنقل الارقام تاخد النيك يعني اول رقم لا بيعمل اكسبشن بيضرب، بيعمل اكسبشن بيعمل اكسبشن بيضرب تمام. عندك هنا النيم هنا دي الابريتورز طبعا عارفينها ده اللي بنعلم شويه كده هيطلع الفراكشن دي بتطلع ايه؟ اتنين دي بتطلع كده كام؟ اتنين ونص. اتنين ونص تمام؟ تاني طلع بقى الاسم دي بقى ده بتاع ايه ده؟ ريمندر تمام؟ ده طبعا اللي هنا لازم يكون انتجر ولا في السي بلس بلس لازم هنا يكون انتجر، في الجافا ممكن يكون دبل عادي بيتبقى السي بلس بلس كان لازم ده يكون انتجر ولا انتجر. في الجافا ممكن تحط اتنين دبل او اتنين فلو مفيش مشكله. والريمايندر هيبقى ايه؟ على حسب اللي انت مدخله باقي اسمه فعلا بتاعتك يعني يبقى رقم فيه كسر، رقم فيه كسر بالظبط كده باقي اسمه بتاعتك. بس لو كان يبقى القسم مع بعض اللي هي 2 ونص 1 وربع يبقى فيه 0 بس 0 1 0. طيب هنا عندك ايه؟ بيقول لك خلي بالك الفلو احنا عارفين السيس 500 بتخزن ابروكسيمت ولا اكزاكتلي؟ احيانا اكزاكتلي احيانا ابروكسيمت. الفلو لما كنا نحول الفلوت لو هو الانتجر هياخد كتير فهيقلل من عدد الفلوس. هو اصلا انا مخزن تلت في الحول تلت الباينري، تلت تحول لباينري ازاي؟ التلت اصلا بتعملها بالحاسبه واحد على ثلاثه بس طالع كده. كل ثلاث ثلاثه بالظبط. هنا بقول لك انت لو عملت الامر ده انت العيله كده تقول النتيجه تطلع كام؟ 1 10 1 10 1 10 5 5 10 1 ونص بس هي مش هتطلع ونص هتطلع الشكل ده. هي مش نص بالظبط، هي قريبه للنص تمام؟ ليه؟ خلي بالك عايزين حاجه ده لترال بيسموه لترال اللي هو الكونستنت، الكونستنت الفاليو الصريحه بنسميها لترال. الفاليبل حاجه ثانيه، الفاليبل ده مكان في الذاكره. الفاليو الصريحه اللي فيها علامه عشريه بتعتبر نوعها دبل، الديفولت بتاعها دبل. الا لو انا عايز اخليها فلوت. الا اذا كنت عايز اخليها فلوت، هتبقى باقي في سمول او في كام. تمام؟ الفاليو الصريحه اللي هي فيها علامه عشريه بتعتبر نوعها باي ديفولت دبل.
ولذلك هو مطلع هنا ايه؟ مطلع هنا الحسبه دبل البرسيشن بتاع الدبل كام؟ 16 نقطه على يمين العلامه، 16 رقم على يمين العلامه. لو عملته فلوت مش هيطلع لي الواحد اللي في الاخر ده. ممكن يطلع واحد ده هنا. اه. بعد 7 ارقام 6 ارقام. ممكن يطلع واحد 6 ارقام 7 ارقام. لو عايز افلوت حضرتك بتعمل ايه؟ اف سمول هو في كام؟ مش ده البارسينج يا دكتور؟ ده البارسينج؟ البارسينج؟ لا البارسينج دي حاجة تانية، بس ده تيري 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 قيمة انتر هو سترينج. تقديم السترينج. تمام؟ كذلك واحد واحد دي دبل، ناقص دي دبل، دي انت هتقول بعينك كده هتطلع 1 من 10، مش هتطلع 1 من 10، دي هتطلع رقم ده، هو قريب من 1 من 10. هتطلع رقم ده تمام؟ فانت بس ستور بريسايزلي او اكزاكتلي بالظبط. فمن الفلور تتخزن ابروكسيمتلي تمام؟ الاكسبوننت انا عندي شويه ميثودز ماث دوت باور اللي هي مكافاه لمين؟ لباور هنا ماث دوت باور سي ماس سي ماس بالظبط انا ما بس دي ما تعملهاش امبورت الحاجه مش مضطر تعمل امبورت الحاجه هي اسمها موجوده في كلاس اسمها ماث بو اختصار باور موجوده في كلاس اسمها ماث ماث تاخد تدي لها 2 وثلاث تجيب لك 2 وسكراب كام؟ 8 تدي لها 4 ونص تديك 2 بس هي تاخد دبل ودبل على فكره تاخد دبل ودبل هي تقرا دبل ودبل 2 ونص اسكراب 2 بكام؟ ليه؟ اللي هي 2 ونص اللي هي 1 على 2 ونص اس 2 تمام؟ 1 على 12 ونص 1 على 2 ونص اس 2 بكام؟ 2 ونص ب 2 ونص ب اه بس 625 6 وين 16 100 16 100 شكلها تمام النقطه انت خلي بالك الليترال اللي هو كونستانت فاليو بيرز دايركتلي ان ذا بروجرام زي 4 زي المليون زي 5 بوينت دي كلها ليترالز فالليترال ده انتجر الليترال ده لونج يعني حدوده اكبر من الانتجر الليترال ده نوعه دبل تمام باي ديفولت دبل لو انت الليترال بتاعك انتجر ليترالز باي ديفولت نوعها انت مش لونج الانتجر ليترالز ده الديفولت زي الدبل الديفولت بتاعها بالظبط زي الدبل الانتجر ليترال باي ديفولت اسمه في تايب اند الجمله دي حته مهمه جدا الانتجر ليترال باي ديفولت في تايب اند مش تايب دبل مش تايب لونج اصلا عايز خليها لونج حط جنبها ان سمول او ان كابيتال ان سمول او ان كابيتال راح احط ان كابيتال افضل عشان تبان لك تفرق عن الار ما تبانش عن الار الفلوتنج بوينت ليترالز ار اسيوم تو بي اوف تايب دبل عايز خليها فلوت حط اف سمول اهي واف كابيتال يعني كده بقول لك 100 و100 و10 حولها لانها فلوت طيب ادي الحته اللي بقول لك عليها الدبل مش فلوت قال لك لو 1 على 3 اقطع الجمله دي 1 على 3 اس 1 على 3 هو عاملها هنا نوعها ايه؟ هنا دبل دي جمله ما تطلعش زي ما هي دي دبل ودي دبل يبقى بتسمح لها ايه؟ طبعا عشان كده جاب لك 3 16 ديجيت لو حط هنا اس هيطلع على الاقل عاملهم ايه؟ لا مش لازم لازم تبقوا فلوت لانه خلي بالك لو واحد واحد دبل هيعمل بروموشن من فلوت دبل هيعملها كاستنج يسموها الكاستنج الكاستنج الاعلى فعشان كده هيخلي الاثنين فلوت عشان خاطر يجبروا ان هو يعملها فلوت في الحاله هيجيب لك 7 ديجيت بس جاب لك 4 جاب لك 4 يبقى هنا حط اف دي كابيتال او اف سمول الساينتفك نوتيشن هو الاي عارفينه طبعا الكاستنج اللي هو بروموشن اللي هو ان هو يحول من طيب لطيب اعلى من طيب صغير لطيب كبير او من طيب كبير لطيب صغير لما بيحول من الطيب الصغير زي البايت مثلا يحوله قيمه بايت عايز احطها في فاريبل من نوع ان دي بيعملها اوتوماتيك هو من جوه ما بيسالكش عليها لو انت هتحول عندك قيمه انت هتخزنها في فاريبل من طيب من نوع بايت حتى لو انت دي كانت قيمتها واحد والواحد ده البايت شيله اقول لك لا لازم تعمل لي كاستنج بنفسك تقول لي حولها لي بايت هنشوفها في شرق قدام شويه احنا جاي دلوقتي الساينتفك نوتيشن اللي هو ده ساينتفك نوتيشن تمام اللي هو الاي باور الاي بلس او الاي ماينس طبعا انت عايز تديله مرتب ممكن تديله قيمه كساينتفك نوتيشن تكتب جنبها تكتبها ايه؟ اي هنا عندنا ايه؟ ارثماتيك how to add the precedence او الديريتي بتاعت الاوبريتورز عارفينها طبعا اقواس وبعد كده ضربوا ضربوا القسمه بعد كده بس نفس المستوى بعد كده اتجمعوا تاني اتجمعوا الطرح المستوى اللي تحتهم لو الاثنين دخلوا حاجه نفس المستوى من الشمال للشمال
بالظبط. ادي هو هعمل اقواس، ثم هعمل الضرب الاول على الشمال، ثم هعمل الضرب على اليمين، ثم هعمل الجمع على الشمال، ثم هعمل الجمع على اليمين، ثم هعمل الطرح اللي على اليمين. طب احط فيهم لوجيك في الاف كونديشنز اللوجيك هتاخد بالنار او نوت نوت ان او بالظبط. تمام كده شطر بعده شطر كده بس ايه ده مش عارف اعمل ايه. هيحول لو صح لو شد يديله كده عشان زيرو خمسة على خمسة هيدي ايرور ايرور يا زيرو هيدي زيرو انت تاكلها تبقى زيرو ولا لا؟ اه انت تاكلها تبقى زيرو اي حاجه تبقى زيرو لانه دي هتبقى ديفيجن انت لك خمسه على السبع ديفيجن انت لك تبقى ايه؟ زيرو ما ينفعش. لو شادي وده مش دور خطير جدا خليه يشوف شعره في الجمر الراجل بيقول له بتاع الفيزياء بيقول له بتاع الدرجات الحراره بيقول له انت جاي على الارصاد الجويه بيقول له انت بتاعك كلها بتاع زيرو بتاع زيرو ليه؟ لو شادي شادي الضغط زيرو طب بعد خمسه على الساعه قسمه صحيحه بزيرو زيرو في اي حاجه بزيرو انها كلها بزيرو هي ده الحاله تدخل بتاع زيرو على طول. تمام؟ دخلت ما ينزلها انت جربيها بس مش محدد له الدف زي ما لا ما احتاجش اعتبر ده لا لو هو ده مش مضبوط هو قال لك الديفولت انتجر ده لتر دي قيمه صريحه القيمه الصريحه لو هي من تقامها انتجر لو ما فيهاش طب هو كده عشان حط الزيرو كده هيفرص الاثنين يبقوا دبل دي خلاص بقى دبل خلاص هيحول دي دبل طبعا عاملها قصدي عاملها دبل تطلع 5 9 بالدبل تبقى حاجه بوينت 10 ولا حاجه دكتور اه يعني الديفولت في اللتر دايما بتبقى انتجر انتجر اللي هي ما فيهاش ديسمال بوينت لكن في اسمها بوينت الكابتن بتاعها دبل باي ديفولت. معلش دكتور السؤال بس هو انا ممكن اخلي اي واحد فيهم احط له بوينت زيرو وهو في الحاله دي هو هيحول الاثنين دبل الاثنين هيحولوا دبل اه يعني اي واحد فيهم بس صح؟ اي واحد بس. طيب هنا عندنا طبعا عارفين الاسانتر مسميهم زينا واخواتها. طب اشمعنى في الفلوت انت حاطط في رقمين اف عشان الفلوت عشان الفلوت والفلوت لا عشان خاطر لو واحده فلوت وواحد الثاني ما حطش في رقم اف تبقى دي فلوت الدبل هيعمل بروموشن اليوم الدبل بس ما فيهاش بوينت ممكن يعني تبقى انتجر فهو كده ياخد الانتجر برضه. خلي بالك الفلوت يعتبر اكبر من الانتجر فهيتعامل مع الاثنين فلوت هيتعامل مع الاثنين فلوت. طيب ادي السانت اوبريتور طبعا ده قليل استخدامه شويه اه طبعا عارفين بلس بلس وماينس ماينس قبل وبعد كريمنتوم بالظبط كريمنس عندنا عندنا ايه تاني؟ الكونفرشن بول عليها اللي هي القصي ادي 100 هي تدخل في الاي تدخل في الاي صح؟ لانه قال 20 انسان يكون 20 يكون 27 طيب ال 100 في 3 بكام؟ 300 زي 4 في 2 4 تدخل في اللو خلي بالك اي هنا نوعها ايه؟ بايت دي نوعها ايه؟ انتجر انت الاربعه دي ليترال انت في اولا بايت في انت هيعمل بروموشن ده ايه؟ هيخليه انت هيخليه انت زائد انت ويبقى كده خمسه تيجي في لون مفيش مشكله اللون مش انت اللون 8 بايت انت 4 بايت الدبل كذلك خلي بالك الدبل هنا ده دبل ده بايت لو بنعرف فوق هو بايت ده الكي لون ولون على انت كله هيتحول لدبل وخمسه دبل هيعمل بروموشن كده يحول في الاخر لدبل مفيش مشكله خالص يبقى ده هو بيحدد نوع الانت طيب بناء على قيمه الفاليو على قيمه الفاليو او تعريف الفاليو او تعريف الفاليو. طيب هنا عندنا بقول لك الكونفرجن رولز لو البيدان بيعمل بروموشن من السوير الكبير وين السوير الكبير من بايت لشورت لاند للوم لفلوت ودبل يبقى ده اكبر حاجه الدبل اصغر من الفلوت ثم اللوم ثم الاند ثم الشورت ثم البايت كده ده كده بليس كاستنج ده بنسميه بليس كاستنج يعني هو بيعمله اوتوماتيك. خلي بالك ثلاثة دي قيمة نوعها ايه؟ انت ده الليترال حطها في دبل مفيش مشكلة. هنا بقى الاكسبريسيف كاستنج العكس النروي. انا عملت ديفينيشن وعملت له انشاليزيشن انا كده خليت الثلاثة دبل مش انتجر ولا حاجة. هي دي؟ هي كده دلوقتي دبل. هي اتحولت دبل بعدين في الفرنت هتحول دبل. يعني هي وهي على السكرين كده هي انتجر؟ انتجر. انت قاعد في الموبايل ثاني هتحول لدبل عشان نعملها من نعملها رن اه تمام بس كاستم تمام هنا عندنا اكسبريس كاستنج اي هنا اي انت بقى اي انت بقى اي 3 بوينت حولت بقول له اعتبر ال 3 بوينت 0 دي انتجر انتجر ده دبل دبل هتحط في انتجر وتعمل ناروينج
للطايب بتضايق الطايب او بتنزل لي الكبير الصغير. الكبير الصغير لازم تعملها بنفسك، لازم تكبره تقول له بصراحه انا اعملها لي. تمام؟ على راس الفورميشن اللي شغال في الموضوع في السي بلس كان بيعديها. السي بلس كان بيعمل ايه؟ واحنا نغير الكسر ده مثلا لغايه 3 ونص، غير الكسر النص ده الشغل يقول لك لا راس الفورميشن هل يعني كونك تكتبها بتاكد انك انت عايز تحسن. عايز تحسن. التلاتة ونص هتخلص ليه انت ازاي؟ التلاتة ونص ما هو مش هيخزنها. مش هيخزنها، انا هتخيل النص برضه، بس الفكرة انه هتبقى انك تعملها في السي بلس بتكمل هو الواحد يعني هنا اصلا ممكن يديك ايرور، لكن انت لو لازم تقول له ان هو يحوله لك لانت، صح؟ هو هيحول هيحول النص، ما هيحول التلاتة ونص لانت ازاي؟ لا هيشيل الفراكشن ويحط الانت ده النمبر بالظبط، هيشيل الفراكشن. طب مش هيعمل يعني هنا حتى انت اوي 3.9 كده هو هيجيب لي ايرور، لازم احط انت بالرقم فين عشان اقول له انا عايزاها انت جربتها. عايزها بالظبط على طريقه 9. هو مش ممكن يعمل لي راوند ويزود لي مثلا 4 ولا لا؟ مش حاجه انت خالص. تمام؟ هو انا فراكشن بقى استرانكيت على طول بتشال. هنا 5 خلي بالك الحته دي، ادي 5 على 2 بكام دي؟ دي انتجر. ها؟ تطلع كام دي؟ تطلع ايه الرونج هنا؟ هي المفروض النتيجة تطلع دبل. النتيجة تطلع دبل صح؟ بكام؟ باتنين ونص. اتنين ونص، وكده اتنين ونص تحط فين؟ هتحط في انتجر فهيشيل النص ويحط لي انت فهتطلع رونج. بس هو مش هيشيل النص وهيقول لك ايرور. دكتور عشان احنا ما قلنالوش اصلا يعملها انتجر. عشان ما فيش كاستنج، لا عشان ما فيش كاستنج. لما فيش اكسبريسيف كاستنج هيقول لي ايرور. تعالوا هو كنت لازم احط جنب الاثنين مجموعة الانتجر؟ لازم احط انت بقى بين الاثنين. او عندنا ايه؟ لو انا جيت قلت له كده كام هنقول انت بقى؟ اكس يساوي 5 على 2.0. اعترض. اعترض ليه؟ بيقول لي انكومباتبل تايبس. بص بلوسي كونفرجن فروم دبل تو انت. حالتها لك اقول له انت، حالتها لك طيرني بالنص. هل يا دكتور ممكن اقول له بقى يعني لو انا مش عاوزاها انت بقى ممكن احط له في الاخر اكتب له دي؟ اقول له ايه؟ يعملها دي دبل. وبعدين هو مش الدبل اكتر؟ عايز اخليها دبل؟ لو انا عايزه اخليها دبل ممكن ممكن فهمت ازاي الناحيه الثانيه؟ مش انا ممكن اقول له اعملها لي دبل؟ ما هي اصلا دبل، هي دبل اصلا يعني هي كده هي دبل، اللي طالع من 5 على 2 دي دبل. يعني انا لازم اخلي الداتا تايب بتاعت الفاريبل نفسه هو اللي هخليها دبل، صح كده؟ لو اتحلت اعرف خلاص مش مشكله، ما عنديش مشكله خالص. عشان هو لما هتبقى كاست هنا وتطلع خلي بالك هو اصلا عشان هقف يا جماعه موضوع بس ده ايه؟ انت عشان عندك انت بني ادم ربنا ادك مخ ورزقك مخ كمان وعقل، لكن دي مكنه، المكنه بتشتغل ازاي دبل وانت بتعملهم اسمها ازاي؟ مش درس اسمه 4؟ ما فكرنيش بزمان. لا ما فكرناش. بس هنا عندنا ادي الخمسه دي انتجر ودي دبل، احنا ما درسناش الجي بي ار، ما درسناش لا والله يا دكتور، بس احنا احنا فهمنا في 504 لسه الدكتور كان بيشرح لنا المنطق لسه. الخمسه دي انتجر ودي دبل عشان القصه دي صعب يعملها هاردوير، بيعملها ازاي؟ بيحول دي لدبل ودي بقى دي دبل ويعمل قصه كدبل هاردوير امبلمنتيشن، وفي الحاله دي تحط النتيجه فين؟ في دبل. بس عشان دي كانت انت قال له ما ينفعش انا اصلا اعمل الدبل فين؟ انت بالنسبه لك سهل حط يا عم حط 5 بس في ايه؟ هو بيعملها بالطرح المتكرر؟ بيعملها بالطرح المتكرر اللي هو فكره ال هو اصلا الاسم يعني؟ اه الاسم الاسم بص الاسم بيعملها في صوره الضرب فحطها في سيستم سمعت هو ما بيطرحش برضه يا دكتور بياخده بيعمل جامعه مش طبيعي ما بيعملش ما بيعملش الجامعه بياخده ما هو الجامعه بتاع 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 الجامعه تمام؟ طيب عندنا بعد كده مين؟ واصلا يا دكتور هي كده كده لو اتعملت هو الانتجر مش هيقدر يشيل اساسا الدبل مش هيشيل الدبل، يعني الانتجر 4 ضايق والدبل بس مشكله اصل المشكله الناس شايفه ايه؟ شايفه نقطه صغيره تدخل نقطه صغيره يعني هيكملها صفار عادي جدا. ايوه هو هيكملها بالباينري هيكملها بالباينري مش هينفع مش هينفع. طيب انا ده بص من الحته دي كده انت لو اصلا بيساوي زيرو فيها مشكله؟ لا. طب سم بلس 4 ونص ده نوع ايه الليترال ده؟ ده دبل ولا وده انتجر بقول لك بيحب ايه؟ سم كام سكور افتر ستيتمنت صح؟ ايوه هل عمل قسم هو؟
لا مش كان بتاع السنجاب ودي معناها ايه مع الصم على 4.5 الصم ماشي بس هو تجاهل النص هو ده هو اصلا عملها كوب كده ده اه بالظبط كده على شمال الايكوال الفاريبل على شمال اعتبره مش موجود انا سيكوال الفاريبل مش مال بيعتبر هو الطيب بتاعه بتاع القسم تمام الفاريبل اللي على شمال البص ايكوال او ماينس ايكوال او ستاش ايكوال او ستار ايكوال بيعتبر هو الطيب بتاعه هو الطيب بتاع القسم يعني هنا حتى القسم انت ما حطهوش ضمن ليه لان الفاريبل ده اللي على شمال البص ايكوال نوع ايه انتجر فراح عمل هو انا جيم فعل دي هو عملها بس لوحده اه هو بيعملها كده باي ديفولت من غير ما انا اقول له من غير ما تقول له بس ده في حكايه البص ايكوال بس تمام البص ايكوال فقط في الماينس الماينس ايكوال زائد ما اي الاوبريشنز كلها تقدر تبص البص ايكوال زي ما زي انه فقط على طول طبعا يمسح القاعده اي بقول لك التي اكس او بي ايكوال اكس تي دي تي ده اللي هو ايه طيب اللي هو هيعتبر عليه المونتنس ايه المشكله هنا المفروض دبل من فوق ولا تحت هيبقى دبل في انتجر فالمفروض هيطلع الكاتب اسم الفاريبل غلط صح اول حرف هو عامله هنا باسكال كيس تقريبا وهي حد يرو ليه؟ عشان الفاريبل ده انا معرفوش ايوه عشان الريت مكتوبة هنا فوق كابيتال وتحت سمول بالظبط الحاجة التانية ايه الايرو هنا؟ ده رقم ده اكبر من الكوبي الانتجر لو زرت على واحد لو زرت على واحد طلع بره الرينج بتاع الانتجر طلع بره الرينج بتاع الانتجر تمام؟ في الحالة دي هيخبز فيه كام؟ الناحية التانية من الرينج السالب ده ايرو يعني دي تعمل حساب تطلع مثلا فاريبل وعمال تزود عليه في لوب اوفر فلو شغاله شغاله ومش حاسس بيها مش تاخد من حد 10 اس 9 تقريبا تمام فهي عماله تزود عليه فانت زودت واحد هيبقى النتيجه بالعكس السالب بس السالب ايه بس هيجمع هيجمع هيرجع السالب دافع عليه عادي طيب هنا طبعا ما فيش رقمها اللي هي ايه؟ راوند اوف ايرورز مش هتقدر تمام هو الرينج بتاع اي داتا تايب لازم نحفظه؟ لا لا هو مش شرط ده مش هتحفظه بس انت يعني اعرف يعني حدوده والحدود بتاعكم عشان ممكن صوص. ممكن اصلا تبقى عايز تعمل حاجه مش محتاج لها انتجر مثلا خد الاقل منه ده مش ضابط هتطلع 1.9999 كتير جدا تمام دي راوند اوف ايرور زي ما بقول لك دي مش هتطلع 1.10 بالظبط يعني حتى نجربها ايه خليني اقف على حاجه معينه ممكن اعمل اللي هي فانكشن زي ساينتف 1.10 × 9 توقف عند البرسيشن معين طلع ايه ايه هون طلع ايه 1.10 × 9 طب حضرتك معلش شوفين الكود بس الكود اه تمام مش حضرتك كتبت دبل فوت لو انا عايزاه يكتب يبقى في حد برسيشن معين بعمله ايه دي مش دي اللي هي برنت اف برنت اف دي في السي في السي موجود في الجافا برنت اف برنت اف اه ما بعملش فيكسد سيلف تقول لك في طول العقد عرض لحد كام الانفاكتين يعني يقربها لي لحد لحد رقم معين صح؟ طب لو خليت دي فلوت دي فلوت زي ما قلنا اعملها ايه؟ مش هيطلع كل ده هيطلع بس طلع بس ال حد 7 طلعها 1 طلع 2.4 من الاحتفاظ طبعا 2.4 يعني رقم بلاش قلنا مش طيب في عندنا ايه تاني؟ الان الان كونتنت ديفلوبمنت اللي هو ده احنا بنقول عليه دي شائعه جدا اللي هي موضوع ايه؟ مش هتصنع زيرو لا تركز الافرج يساوي الافرج ايه الايرور هنا؟ طب ايه المشكلة؟ هو هيقسم ويعمل قسم لو حط نفسه في الضرب طب ليه صلحها كده؟ على لا سوري كنت هقول لك اسم انت بقى لايك مفهوم الافرج
هناك شويه. ايوه اصلا زي ايوه صح. المجموعه هل لازم مجموعه تكون صح؟ لا لا مش شرط. صح؟ لا ده عشان تطلع عارف الصح خل تقسم عليه خليه ايه؟ دبل. خليه دبل. عشان هو. عارف نفسه يكون دبل، عشان الناس ثلاثه تقعد تعملها من غير انت. غلط، ما برضه بعد ما تقسم ممكن يطلع فيه فلوس. لا الافرج الافرج ممكن يطلع رقم بوينت بوينت حاجه خليه دبل عارف كام خليه دبل ليه عشان لو كام نفس ساعه انت جرب تقسم على دبل على المجموع هيكون انت تقسم على دبل هتجيب نتيجه دبل لكن انت قاعد عندك هتجيب نتيجه انت ويطلع لك الكسر الموجود في الافرج ده مش كده يا جماعه ده مش كده عندنا ايه تاني انا هو يعمل كوستنج للانتي كده خلاص بقى الافرج بيطلع بوينتس عارف دي كده المفروض يقسم على مش دي انا ما عملتش انا ما عملتش واحد بس استخدمه خالص استخدمه واحد بس تمام ما عملتش اثنين سكان انبوت يعني دي ما لهاش لازمه دي فول يعني ايه يعني حاجه سيئه شويه كده مقروه زي ما اقول كده يعني انبوت ودي انبوت وان ليه في نفس الكود ما تعمل سامي انبوت ده نفسه اللي عملتيه قبل كده سامي اير دي على طول هنا اير دي مصدر مره ثانيه ما تعملش انبوت وان تقعد تعمل دي ثاني مش اكتر من واحد يعني تمام هو في النقطه اللي هو اسمع كلها المبنيه بس هو لما قسم على 2 في الانتج الافريج مش كده كده هو يعني جون كاستنج من الادرس مش هو متخزنه في دوره ايه؟ ازاي؟ يعني متخزنه في دوره اصلا ما هو اسمع على 2 بوينت عشان هقول لك هقول لك طبعا عملت قسم على هو الحجم بس على 2 بوينت مش 2 زائد مش 2 بس 2 بوينت 0 عشان وهي تكون هنا اصلا تكون دبل عشان تكون دبل بالظبط خلصنا شكرا احنا كده داخلين على فور طيب نخليك يا دكتور احنا ممكن احنا ممكن نخلص مع حضرتك المنهج النهارده مش مشاكل وسيبنا بقى نذاكر في رمضان هم طبعا شبكه الفاندمنتالز بس دول هنبقى فيهم عشان خاطر نحط سي بلس بلس هنركز في الاوبجكت اورينتد بقى خلاص شباتر او او بي هو تقيل برضو مليان يعني الاوبجكت ماشي هو مش بروح تحت ما بعد الفطار كده خليها قبل الفطار لا ليه لا حرام عليك ليه ليش بعد الفطار ليش خالص بعد الفطار ولا قبل قبل الفطار بعد الفطار مش هتبقى من حضراته اونلاين هتبقى في الجامعه صح ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يجيب اونلاين تاني يا رب يا رب تمام ايه معلش بس ولا شفت ايه وما عنديش غير السي 500 وثلاثة سي 500 وشرط ما هوش ثلاثة ايه لا لا بتكلم حضرتك انا محتاج حاجه اذاكرها قبل ما اتابع حضرتك انا حاسس ان مش فاهم حاجه ليه بس سي 500 هو ده يا دكتور اللي عامل لحضرتك الجروب مش عارف اه عايز اطلع ليا ساعتين مع طريق والدايره ما النهارده كان عارف النهارده هقول لهم 200 لتر وخلاص ده عند ربنا والداري مقفول اصلا عشان بيتصلح لا هو اصلا في رمضان كل الناس بتوحش اه دي حقيقة كل رمضان ده مش حق خالص كله بيبقى ميت كله بيبقى ميت فنايم في بيته بالظبط فلوسك في حاجه المفروض اذاكرها قبل ما لا انا معتقد ان دي كان رابع بالنسبه لكم فالناس عارفه سي بلس بلس عشان كده بجري هو البروجرام ده نفسه يا دكتور مش مختلف ايوه الفكره كلها في طريقه الكتابه طريقه الكتابه في لغه مختلفه وبرده الاوبجكت اورينتد هنا مختلف عن السي بلس بلس اه مختلف شويه هنا الاف ستيت البوليان طبعا اخذناها قبل كده البوليان تايب اللي هو ايه؟ ترو فولس ترو فولس اللي هو طبعا عارفين الاخوان الحبه دول دي انها واخواتها بقى دي واخواتها معلش معلش الاستاذه الثانيه كانت كان ودي انها سي بلس كان يعني هي كان بيعامل القيمه انتجر غير الزيرو وترو والكلمه الزيرو وفولس هنا ما عندناش انك تتعامل انتجر بترو وتعامل انتجر فولس في تايب اسمه بوليان موجود في تايب صريح اسمه بوليان بيخزن ترو او فولس بس مش هنا في الجافا تيجي تقول له اف اكس اكس ينتجر اعترض ما ينفعش تقول له اف اكس اكس ينتجر لازم اكس يكون بوليان لازم يكون بوليان ممنوع ترو او فولس لو كان في السي اس اس كان هو بيعتبر انتجر طب انتجر فيها زيرو طب فولس
هو كان في تمام. هنا عندنا دي الاف ستيت مالهاش دي وان واي اف اللي هي اف بس بدون اس اف بدون اس ممكن هو كده اذا كانت الدراما مطلش هنخرج بس كده الشروط الدراما مطلت عامل ايه تمام او اللي هي بس ورك لازم تحط ايه البراكتس دي لازم تحط اقصى دائريه طبعا دي مكافاه لمين لو الـ لو الـ لو الـ لو الاكشن بتاع الاف سطر واحد ممكن اشيل بريس لو اكتر من سطر اكتر من سطر لازم احط بريس عشان هو البلوك ده بقى بعضه اكشن ده كله الجواب بتاع الشرط. طب هو هنا برضو يا دكتور ممكن زي السي بلس بلس اكتب اف وراها الس والاثنين ما فيهمش براكتس عادي مش مشكله خالص. التو واي اف اللي هي اف الس اف الس معنى انه بالظبط انه في الس او الاف فورس تمام اهي المالتو الالتيرناتيف ستمنتس مفهوم الواي اف اللي هي بتاعت البرنامج جري انتوا حطوها في البرنامج من داخل ممكن تشعر اف اكس ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده وخلي بالك حاجه اسمها دان الس. دان الس اللي هي ايه؟ اخر اسمها ملهاش اف اخر او الس ملهاش اف او ملهاش كونديشن بس في حاجه كل الس خلاص هي تتنفس كل الس لازم يكون بتاعت مين اعرف اف ليها تمام لا حضرتك قلت الاقرب اف ليها بس هي محطوطه بطريقه دي متلخبطه دي صار ده دان الاس بتاخد واحد امتحان في الامتحان فين لو في الاس الاس بره كده مظبوط على الاس من بره هتفهم ان دي بتاع الدي دي مش بتاع الدي ده انتشر عالي دي بتاع الاقرب اف ليها اقرب اف قبلها عشان اصلا لو اتحطت في مسافه كده معينه ما بتشتغلش بالظبط. هنا عندنا خلي بالك الاس مش بتاع اف دي الاس بتاع اف دي اقرب اف ليها قبلها بعد كده في عندنا اف هو اف دي بيسموها ايه؟ نست دي اف الاس بتاع مين بقى في الحاله دي؟ بتاعت الاف الكبيره اللي فيها قوس ليه عشان في بريسز الكارثه دي ما ينفعش اصلا ما فيش ما فيش سيمي كولون والله تمشي في الجواب بس يتعمل كارثه تعمل سيمي تعمل لوجيك ليه بقى؟ الرف انتهت واصبح ده ولا مش شايفه اصلا لا مش منطبق بيف بيتنفس اوتوماتيك لوحده مش منطبق بشرط يعني لو ريدز عمل هيعتبره ترو باي ديفولت ده هيجي يقول له دي سيلكوندي اف دي اف بدون جواب بدون اكشن اف شرط هي قفلت ستيتمنت والموضوع خلص قفلت الاف واصبح ده بيتنفس كده كده خلي بالك هو البرنامج اللي انا بعمله يقول له ريدز اقوى من زيرو احسب طب افرض ريدز كان سالب هيحسب يعني السيلكوندي هتخليه قفل الاف خلاص كل حاجه بتحتاج تتنفس كده تمام. عندنا ده اكتر مين ده نمبر بسنت 2 ايكوال ايكوال 0 اف بيساوي ترو اكس اف بيساوي فورس الرقم اوت او ايفن هي بوليان ايفن نمبر بيساوي 0 هي ايه لما تبقى كده طب وانهي افضل في البرفورمانس هو خلي بالك هنا هو بيقول ايه نمبر بيساوي 0 هو افضل دي في الكتاب دي في حاجه بس هو كويس بالنسبه له اكوفلنت في اسرع دي طبعا دي هنا عشان مش هتفك اصلا صح عشان مش هيشوف تمام بس لوجيك واحد واحد طيب كوشن اللي هو ايه برضه ممكن تكتب كده بدل ما تقول اف ايفن بيساوي يساوي ترو تكتب اف ايفن على طول وهو يعتبرها باي ديفولت ترو لا مش ديفولت هو حسب انت في كام في تمور فورس على حسب لو فولس دول لو فولس حلو يعني قصدي بدل ما تكتب بيساوي يساوي ترو ممكن تكتب على طول اف ايفن
اصلا لا حسب يعني هي لو يعني لو هي جابت ترو هو هينافس السطر اللي تحت، ما كانت بفولس مش هينافس حاجه اصلا، يعني هي جايه فيها حاجه اصلا. اه فيها حاجه بالظبط. طيب هنا عندنا كومبيوتر تاكسس، دي ده برنامج مش مشكله فيه. النوت والامب والضوء ده موجود، ده ده مين ده؟ هو علامته زي القص القص بالظبط الهات، تمام؟ اللي هو الثمانيه الثمانيه الصغيره دي اللي هو عندنا لسه طبعا انتوا عارفين الجدول بتاعه لازم مختلفين، يعني عشان ده مختلفين دكتور مختلفين لازم العلمين عكس العشمال عشان انت كله على بعض ترو، لازم العلمين فورس العشمال يبقى ترو، او العلمين ترو العشمال يبقى فورس عشان انت ترو. هديك على اكزامبل دلوقتي، بمعنى فين الاكزامبل تحتها هنا اكزامبل على جدول اف وجدول الام وجدول الفور اهي اهي يا دكتور الصفحه اللي قبلها. لا سيب سيب ده، بص الحته دي كده اكزامبل، احنا عايزين هنا نجيب الارقام، عايزين نجيب الارقام اللي هي ديفيزبل باي 2 اور 3 divisible by t by 2 or 3 but not both. اه ده تبقى اكس او ار بس مش عارفين مع بعض. نحط لها اكس او ار، لو انت قلت الارقام تسمع 2 على 3 زي مين قال الكود بتاعها، بص بقى الكود بتاعها فين الاكس او ار؟ تحت الاكس او ار تحت اهو. بص انا عايز اقول النمبر ده بتسمع 2 وعلى 3 بس ما بتسمعش على 2 مع بعض. يعني بتسمع على 2 بترو يبقى الناحيه الثانيه فورس عشان تقول على بعض ترو، او تسمع على 2 بفورس تسمع على 3 بترو عشان تقول ترو. زي مين؟ زي 9 9 تسمع على 3 او تسمع على 2 بس ما تسمعش على 2 مع بعض. ال مين تاني؟ 9 بس لا تسمع على الثلاث 30 كل ارقام دي تسعه واحده فيهم مسك على الثانيه، لكن لو قلت اثنين او ثلاثه هحط اول على دي ممكن يمشي الاثنين، يعني السته تمشي والتسعه تمشي وكل مشي، يعني الاور الاور بتاع الحالات دي ترو، تمام؟ ده الشورت هام الشورت اند والاور لأند واحدة دي دي توايس دي باي بايننج ده دكتور؟ ايه؟ دي باي بايننج اللي هي بتقول حاجة على حاجة دي دي اللي هناك دول بيسموهم لوجيك دي بتشكل الطرفين دي توايس دي توايس دي توايس دي توايس دي لا لحظة لحظة عشان ما تحبطش دي ما تشكلش الطرفين دي بمعنى لو لقيت ان ده فورس على الشمال ما تشكلش الطرفين دي الاند العاديه الاند العاديه لو لقيت اللي على الشمال فورس ده مش الشكل على اليمين لان خلاص الورقه صح كلها فورس الاور لو لقيت اللي على الشمال ترو ما تبصش على اليمين دول بيسموهم ليزي بقى كسلانين او بيت وايز دول بتشوف كل الاثنين مع بعض حتى لو هي فورس بروح تشوف الطرف الثاني فورس حتى لو دي فورس بروح تشوف الطرف الثاني وحتى في الاور لو دي ترو بروح تشوف الطرف الثاني ليه؟ طب هو بيسموهم ليه؟ بيسموهم بيت وايز الاند الواحده الاند الواحده والاور الواحده بتشكل جنبية بتشكل جنبية يعني معنى اكس بواحد افترض سيكسولوجي اكس بتساوي واحد هل واحد رقم واحد؟ فورس المفروض ما تشكش دي بس هو راح تشكل دي برضه طب استفيد لا ان دي مش هينفذ الكود ده اللي هو البصلص دي مش اختبار هيزود البصلص وعايز يزود البصلص عايز مين تشكل يزود البصلص سواء تشك نجح او تشك فورس عايز يزود البصلص في نفس السطر يعني عايز البصلص تزيد عايز بس تزيد سواء عمل تشيك ترو او تشيك فورس زي الدوايل كده الدوايل زي الدوايل فورس على واحد يعني حتى لو هي فورس هيكمل قرايه وينفذ الكود هينفذ الكود هينفذ البلس بلس ما البلس بلس هيزود واحد ايوه وهيقول هل واحد اقل من 10 ما هو لسه الجمله كلها فرصة خلاص الجمله كلها مش هتنفذ الجمله فورس مش هتنفذ الجمله كلها فورس مش دي فورس عشان دي فورس اصل هو هيروح ينفذ هيروح تشيك الناحيه الثانيه لما تشيك الناحيه الثانيه هينفذ البلس بلس طب بس هتطلع هتطلع بترو تاني لا بس الاوف اللي كلها فورس تمام ايوه لا خلاص خلاص انا كنت في حاجه لا في الانفو جايبونا اسمها اكس اكبر واحد اسمها فورس ان 10 صح؟ ما عادش يعني في الجافا يعني استخدم الالجوريثم ده مرتين ولا ايه؟ او الصح ايه؟ بص هي عندك هنقول اكس بتساوي واحد ادي اكس انتجر اكس تساوي واحد ماشي ونيجي نقول هنا اف
اكس اكبر من واحد and واحدة تانية اكس بلس بلس عامل مع 10 برنت اكس اطبع الاكس صح؟ عاملين نحط كل احدى كده لوحدها مش حاضر ايه؟ يبقى لازم ايه؟ احنا هنقول برنت اكس لو حصل الكلام ده برنت اكس الجملة دي عمرها هتتنفذ لان الاكس مفهوم لها فورس كل واحد بقى فورس اول طرف فيها فورس اول طرف فيها بفورس تمام؟ هننفذ كده شد حاجة بس انا عايز اشوف الاكس اللي هتكمل بعد كل ما خلصت هطبع هطبع اكس لوحدها كده على جنب بعيد عن اف بعيد عن اف خالص الاكس كان بواحد هتطلع باثنين طلع باثنين ونفذ نفذ نفذ الطرف الثاني راح تشيك على الطرف الثاني يعني هو الطرف ده فورس المفروض لو هي اثنين اند وهي كده وهي كده خليها واحد زي مش تمام مش عارف مش على الطرف الثاني مش عارف الزياده دي هتفضل اكس بواحد هنا معناها ايه يا دكتور هنا هخلي الاكس في الاخر بواحد واحد تمام هنا لكن عشان هي واحده بس دي البيت وايز او بيسموها الليزي الليزي اللي هي كسلان يعني تقدر تضغط على الطرف الثاني تمام يعني لو ما كانش كسلان اللي هي لو مش يعني ممكن استخدمها لو ما كانش ده واحد روح اعمل لي ده في الاكس وروح بقى كمل بالاكس بالنتيجه الجديده اه بالظبط هو عايز يستخدم عايز يزود الاكس في نفس الكونديشن ما هو كده كده الاكس اوت بتروح تشيك على الاثنين برضه مش ليزي ولا حاجه فاهم الاكس بقى الاكس بتاع عند الاند الاند بس هي اللي فيها كده الاند هو بس اللي فيها كده دكتور طب انا هاخد الدبل اند ايه طب واحد طب هو الواحد مش عارف ايه ده عامل دبل اند خلي بالك راح عمل تشيك على دي اكس اقل من اكبر من واحد فورس ما عملش تشيك على الطرف الثاني ليزي كسلان ما بصش على الطرف الثاني ليه الطرف ده فورس بتاع الاند بتاع الشمال خلاص هتخرج ما كملش الطرف الثاني طب ليه طبعا ليه الاول دوت الكلام الواحد ما عشان اكس بواحد عشان الجمله دي ما تنفذتش الاكس بلس بلس ما تنفذتش طب انا دكتور الكلام الانشاليزيشن واحد لكن لو انا شفت دي هروح اقعد تشيك على دي لقاها فورس وبرضه روح ابص على الطرف الثاني اعمل عليك تشيك بمعنى تشيك على الطرف الثاني هروح ازود الاكس اللي هتبقى في دي طب يا دكتور لو قلنا الشوط الاولاني لو خلينا الاكس بواحد بس بواحد بواحد نفس بس تساوي تساوي واحد اه اكس تساوي تساوي واحد دي تروح هروح ابص على الطرف الثاني برضه وهيزودها برضه هيزود الكلام هو في كلتا الحالات هيزود هينفذ ناحيتين ما لا دي كده بتطبع دي كده لوحدها بتطبع ماشي يعني هيطبع الاكس تعملها هيعملها مره بواحد ومره باثنين اه هيطبع الاكس باثنين واثنين اثنين واثنين ولا واحد واحد واثنين ليه بقى؟ ما هو هيروح مره تلف وثاني مره تلف اه عشان الاولانيه اصلا ترو صح كده الاور زيها برضه نفس الفكره الاور لو هي دي بترو كانت دي بترو هيروح تشيك الثانيه برضه هيروح تشيك الثانيه تمام هتشيك الثانيه هتبقى بكام؟ باثنين باثنين وهيطبعهم اثنين واثنين بينما الاور اللي هي العاديه الليزي بتاعتنا العاديه اللي عارفينها دي مش هتبص على الثاني مش هتبص على الطرف الثاني نهائي انا لقيت الطرف ده الشمال هتطبع لها واحد هبص على ده مش هزود الاكس هيبقى واحد واحد واثنين واحد لا واحد 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 لا واحد واثنين واحد واحد ليه؟ واحد واحد ما تبصش على الطرف الثاني طب يا دكتور لو عملناها زي ما كنا عملناها في الاول ان هي اكبر من واحد وعملنا الاور واحده بس واور هضطر اروح بص على الطرف الثاني تعالى نشيل واحده اور بس اه هيروح يبص على الطرف الثاني هيروح يبص على الطرف الثاني بس كده هنعرفوا كده هتبقى كام؟ اكس هتبقى 2 و2 اكس بواحد و2 و2 تمام؟ طيب عندنا بعد كده مين؟ اللي بير عارفين السنه اللي كان في سرعه؟ قال لي شاط مركب بتاع بقول لكم كم شاط مركب بالبريتورز دي لما شفت ركب ازاي ان القسمه تبقى قسمه 4 تساوي صفر في نفس الوقت بقى قسمه علميه هي تساوي صفر او انك تبقى قسمه 400 ده حاجه جديده انك تبقى في ناس دي اول مره تسمع عن الموضوع ده الناس كلها عارفه السنه اللي فاتت تبقى قسمه 4 لا بقول لك السنه اللي فاتت تبقى الناس تبقى قسمه 4 نفس الوقت تبقى قسمه علميه
تبقى تسمع على بعض انت مش تسمع معايا جميل سنه كويس هو على جوجل بتكتب اكتب التعريف ده التعريف ده فعلا صح سنه كويس يعني في سنه زي السنه اللي فاتت تقريبا كانت كبيسه 2019 2020 سوري 2020 تبقى تسمع 900 لا تمام وبتبقى تسمع 4 لكن في سنوات يا اما تبقى تسمع 400 تبقى تسمع 400 ده القانون بتاعها فعلا موجود في لو ضغطت عليها جوجل بيكتب نفس القانون ده فعلا هو هيكتبه ازاي بقول لك ده شرط مركب السنه الكبيسه تبقى تسمع 4 يعني مستوى سوا الصفر اللي انت الان في نفس الوقت لا تقبل تسمع 100 يبقى النقط ايكوال زيرو اللي انت شرط ده يتحقق يا اما شرط اول او تبقى تسمع 400 يبقى سنه كبيسه يعني ده زي ده زي ده ولا لازم ده كله او ده بس انا في اور هنا دكتور عارف مش عارف كنت في الهند لازم الكلتين عندي يكونوا مترو طب ما لو كلمه فوق كلمه فرصه يبقى الشرط كله على ماشي لو كلمه مترو كلمه فرصه يبقى الشرط فوق بس هبقى لسه الشرط ده لو قلت لك قصه عموميه لها مترو هعتبرها في السنه دي كبيسه مش هيحصل مش هيحصل ما فيش يعني ما ينفعش تطلع هنا الفوق وتحت ترو لان لو حطيت في سنه في سنه مش فاكرها كام يا ربي 366 366 يوم بس هي مش هي في 1000 وشويه هي دي كده كبيسه هتطلع فلوس تحت وفوق وتحت وتطلع فلوس تحت وفوق صح كانت السنه اللي فاتت الدكتور كان 29 فبراير كان 29 2020 2020 تبقى تسمع 4 تبقى تسمع 100 لا معرفش لا هتحقق الشرط ده في سنه بقى تبقى كل 400 سنه في كل 400 سنه 2400 هتلاقي المضاعفات ال 400 المضاعفات ال 400 كلها بتبقى تسمع على لو سنه 400 مثلا 400 تبقى تسمع 400 تبقى تسمع 4 لا بس 400 هتحقق كام؟ هنا 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 كنت تحط السلنج تمام؟ فالسويتش هنا فين السويتش؟ كنت تحط السلنج السلنج فين؟ على السويتش اكسبريشن ممكن يكون سترينج او كاركتر او انتر والكاركتر الفاليوز تحت الكيس تتحط من السلنج كودز والفاليوز تحت الانتر بتتحط صريحه بدون اي كودز الفاليوز تحت السلنج بتتحط بين دبل كوتيشن دكتور ما يسموها سويتش يا جماعه دكتور سي بلس بلس برضه كنت بحط عليها كيف السويتش؟ السلنج بتحط بين تست على السلنج دكتور لو كنت بعمل برنامج زي التكوين لا سترينج ازاي مفيش انا عارف سي بلس بلس مفيش غير انت بقى لو قاعد لو دكتور حاطط في مصر سترينج يا دكتور بيكون سترينج ريز كاركتر في لعبه بتاع سترينج موجوده في دكتور بحط في البرامتر بتاع السويتش اللي هو البريتر بتاعي ولكن لا البريتر بتاعك كاركتر كاركتر يا امير كاركتر الاوبرام اللي بحطه في السويتش لكن الاوبريتر نفسه في الكيس ماشي بس ايوه الاوبريتر كام؟ البريتر مونو كاركتر اللي هو بلس ولا ماينس ولا ستار مونو كاركتر فلا احنا حتى لما بتستلم بتقول له سترينج نيم كيس احمد من دبل كوتيشن كيس عادي كيس هاني كيس ياسر وهكذا من دبل كوتيشن الفكره بقى هو ما سويتش ليه؟ عشان بتسويتش اكيد ممثل 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 معروف بص لا هو ما سموها سويتش كان هي فكره السويتش بتاع المروحه او الكهرباء بتاع يعني بياخد قيم محدده عشان كده اسمها سويتش تاخد قيم محدده ولذلك هي التست بتاعها على قيم محدده طيب في سؤال هل كل اللي بتعمل سويتش بتعمل ديف؟ ايوه طب اللي بتعمل ديف كله بتعمل سويتش؟ لا ليه؟ عشان ممكن لا الكيسز تبقى كبيره جدا وتاخد وقت في الكتابه والايروز هيبقى مش هيعرفوا عشان السويتش مش هيعمله عشان الالس لا ما سويتش اكواد في الالس ما كيس كذا الالس لا بتاع الاكسكيوتين كمان هيبقى اخد كتير ليه؟ عشان هكتب كيس كتير جدا ما سويتش مكافحة جيت في الالس انا هسألكم سؤال برنامج جريد ينفع تعمل سويتش؟ عملناه قبل كده عشان لوب عملنا الجريد بالسويتش قبل كده سويتش؟ ممكن في كيسز ما توقعهاش يا دكتور احنا عملناها ازاي؟ انا عملت بس مش فاكره ازاي دلوقتي يعني ايه لو 80 يبقى جنيه كبير؟ لو جاي 95 هتديله كام؟
ما في كيسز ايوه انا لسه كمان في كيسز ممكن ما اكتبهاش. لا يا دكتور كنا بنعمل كيس لو كنا ساعات بنعمل يا دكتور اكتر من كيس تحت بعض وبعد كده نديها ستيتمنت واحده ويبريك بعدها. ممكن اكتب من اكتب كيس كيس 90 و 91 92 لحد ال 100 على 90 وارجع تاني وبعدك واحط ساعتها الجريد وانزل تاني. هو كان اساينمنت ومطلوب مننا نعمله بالسويتش فاحنا عذبنا. بس مش كل حاجه الاف اس هي الجنرال السويتش هي السبيسيفيك هي الخاص. السويتش ما ينفعش غير مع حالات الاكشن مرتبط بقيم محدده عشان كده سموها سويتش زي سويتش المروحه سرعه 1 سرعه 2 سرعه 3 سرعه 4 لكن البيت ده رينج من كذا لكذا اكبر من واقل من دي ما ينفعش سويتش ما تعملش سويتش مش كل اف اس تعمل سويتش بس كل سويتش تعمل اف اس عادي يعني دي الجنرال تمام. ومش ممكن نحط كونديشن في الاف اس في السويتش لا لازم تعمل سويتش كل سويتش تعمل هي بتدي فاليو وبتدي ستيتمنت بس مش كل اف اس تعمل سويتش يعني كل اي سويتش تعمل اف اس اديها فاليو واحده اي سويتش تعمل اف اس ما ينفعش حتى تعمل اف اس على طول لو مش كل اف اس هتقول له رقم السويتش عايزه الاكشن مرتبط بقيم صريحه قيم صريحه ايكوال ايكوال تساوي ما ينفعش اكبر منها مساوي او مفيش اكبر منها مساوي ومفيش مفيش او مفيش ان قصدي مفيش ان شرط عندي شرط لا يعني حتى انت بتقول عليه الفكره بتاعت كيسز كده تحت بعض دي معناها اور المفروض انا عايز اند معنى اند اعملها ازاي؟ مش عارف اند مفيش في السويتش اند تمام. البريك طبعا زي ما قلنا اوبشن البريك هنا اوبشن لو ما عملتهاش لسه بس هتدخلها في الكيسز اللي تحتها البريك هنا اوبشنال لو ما عملتهاش هتدخلها في الكيسز اللي تحتها كلها تمام. هنا بقول لك الهاي دي معناها اور يا جماعه انا شفتها في السويتش بس دي معناها اور مش اند المفروض انا عايز اند ايه الحل؟ لا خلاص مش تنفع اف مفيش غير اف ده اف وصل لحد بتقول كيس واحد ان كيس يعني اللوجيك بتاع المساله بيقول واحد عند اثنين عند ثلاثه عند اربعه تمام. لازم كله يبقى ترو لازم يبقى في الحاله دي لا يبقى السويتش ما ينفعش تعمل ان ما تعرفش تعمل الرينج تست لو كان بيتم على رينج طبعا دي معناها اور ده زي ده برنامج المانس اللي بيجي لك بيقول لك كام يوم في الشهر البريك هنا يا دكتور حتى لو الشرط اتحقق بتعمل بريك لو ما اتحققش تسيب البريك وتنزل ولا توقف؟ لا لو الشرط اتحقق تعمل بريك تخرج بره سويتش. لو ما اتحققش هتكمل بره هتكمل تحت البريك يعني. لو ما فيش بريك هتدخل فين؟ انفذ الكيس على طول، انفذ على طول حتى لو كنت خطا، انفذ على طول. دي كارثة. البريك بتخرج من السويتش صح؟ البريك بتخرج من السويتش على طول انا قصدي افرض كيس خمسة ما فيش بريك هنا، هيدخل ينفذ كيس ستة، هينفذ على طول حتى لو مش ستة. وده اللي بيسموه الفولو ثرو بروبلم. طيب ده التشاينيز زودياك بتاع الجمله دي فاكرين ده؟ عارفين خط ده طبعا؟ لا ده شابريتور الوحيد اللي ثلاثي البريتور الوحيد في اللغه بيبقى ثلاثي ما خدناهوش لا ثلاثي بمعنى ان كل البريتورز ثنائيه او يوناري واحده يوناري زي النط النط بياخد ايه؟ معامل واحد فاريبل واحد نط كذا اف نط كذا طيب؟ لكن السويتش ال 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 اسمه ايه ده تيرمينال اوبريتور بياخد ثلاث حاجات بياخد الشرط بياخد الاكشن او الفاليو اوف ثرو واللي هيحصل لو او الفاليو اوف فورس وهنا هتكتب الفاليو تحطها فاليو لو انت عايز تحطها فاليو ده معناها ده مكافئ ده عايز اقول اف اكس اكبر من زيرو اكتب واحد سواح انس حط سالب واحد في واحد ممكن اكتبها كده اف اكس اكبر من زيرو question mark واحد يعني x اكبر من 0 حط واحد لو x شرط ده فولس اقل من 0 بتساوي 0 حط سالب واحد في الوقت ده مكافئ لده ده مكافئ لده كونديشن مارك دي معناها ايه؟ question mark دي هما بتاع بعض question mark مع الكولوم ده بيساوي كونديشن بريك الاثنين مع بعض بيساوي كونديشن بريك كلهم مع بعض يعني علامه الاستفهام مع النقطتين صح كده؟ مع النقطتين فوق بعض دول كلهم دول بيسموهم ايه؟ هو اللي فوق معرفش اكتبه في جافا يعني؟ لا لا بتكتب عادي بس هو ممكن تخلص في السويتش والبريك يا دكتور لو انا اللي واقفه اللي قبليه لو الستمنت رقم خمسه دي لو كانت خالص يعني مش محققه وانا كاتبه بريك مش هيخرج وهيكمل
هكمل هكمل انا متحقق ما اتنفستش ايوه زي ما تخش ولا ما تنفس تمام طيب المنشوريتور عارف منشوريتور ثاني في ناس بتطلع تحط الحته دي تحب منشور طب تويتش موت ليه ده معناه يعني بساله لو غيره لو الكونديشن ترو نفذ الواي لو الكونديشن ترو نفذ ده حط واحد في الواي لو الكونديشن فولس حط سالب واحد في الواي طيب عادي نتلخبط شويه شوف الاف دي هيبقى كونديشن ترو ازاي طبعا في ناس تقول لا هعربها ازاي او هعربها بالشكل ده هكتب الشرط ده وقت هنا ايه سيستم اوت برنت لاين اي في وقت كولوم سيستم اوت برنت لاين اوت طبعا كده الناس ما بتطلع ما بترجعش حد تبقى كده ازاي الرقم الحته دي الناس هنا عندكم اه ماشي عندنا هنا ال اهي انا عايز اقول اف اكس تبقى تسمع الاثنين مالها بالشرط كده اف اكس مودرس 2 سوف سوف زيرو ايفن صح؟ اه سوف نطلع ايفن اهي ايفن امس اكتب لي اوب ده نفضل شرط صح هو عايزيننا مش معرفين اكس اصلا اي حاجه انت لو اكس يساوي 9 تمام؟ تسعة دين هو تطلع فيه تمام عدنا هو بيتر عملها زي هو بيتر تعملها كده بالشكل ده هل تاخد الصفر ده كده كنترول سي الناس هتقول كده ممكن ده مرة في امتحان لو عملوا كده والله اكتب لي دي ايفن اكتب لي كده المفروض احط بقى في الاول ال question mark بقى ماشي عامل في استفهام بعد الكونديشن بس انا اصلا ينفع اخرج متوقع عليها متوقع عليها ليه؟ عشان مفيش اصلا برنت في الترم مفيش برنت في الترم الترم اللي بياخد فاليو بس الترم فاليو الترم فاليو البرنت فاليو بتطبع ما بترجعش فاليو فاحلها ازاي دي؟ نو ستيتمنت كونكلوزنج انوتيشن تمام؟ لا انا اشيل دي هي مش هي بترجع طباعه انا اخد دي كده احفظها في قيمه احفظها احطها ايه كده بالظبط واحطها كده ايه ده واروح اشيل دي ودي قيمه اهو ودي قيمه ايه هنا اهي باجي هنا بقول له كنترول في سيستم برنت لاين اطبع لي بقى الكلام ده الكلام بالظبط. او ممكن احط بقى كل الاكسبرشن ده في فاريبل واقول له برده برنت اوت الفاريبل بالظبط. فاريبل سترينج فاريبل سترينج فاريبل بالظبط. اوكي الحل صح كده هطلع له اوت وين هو القوس الثاني مقفول فين؟ ما هو القوس تمام؟ الصدر بتاعك يعني هطلع له اوت وغلط. اللي بتاعت الناس اللي فوق بتاعت كده عشان الناس بتلخبط الناس تقول لك لا انا خدت زي خلي بالك السيستم اوت برنت ده ما بترجعش حاجه الكونديشنال برنت بيرجع حاجه بيرجع فاليو في حاله ترو ويرجع فاليو في حاله الفولس ده الترتيب لازم لازم انتوا عارفين طبعا الترتيب ده خلي بالكم في نقطة في الكتاب ان هو حاطط ده فوق لا البوست فيكس اقل حاجة البوست فيكس حتى اقل من الاسعار البوست فيكس اللي هو البوست انكريمنت او البوست ديكريمنت بلس بلس وماينس ماينس على اليمين الفاريبل ده اقل اقل اولوية حتى اقل من الاسعار الاسعار طبعا ان هو اقل واحد في اقل منه تمام ففي الكتاب حاطط ده فوق لا اول حاجة الاقواس ثم البريفكس اللي هي البري انكريمنت او البري ثم اللونر بلس مش معناها البلس اللي هو بلس الموجب يعني موجب قيمه ثم انا تسالب قيمه ثم القسطنج ثم النقطه هو البريفكس دي المفروض تنزل تحت؟ لا بص 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 ده صح الكتاب حاطط دي فوق بس انت لو عملت لها رن على الجهاز عملت لها رن على الجهاز قلت لها لا البص فيكس اقل من السنة هي دي البرزنتيشن بتاعت حضرتك صح؟ دي البرزنتيشن بتاعت الاوزه بس انا صلحت الحته دي
تمام؟ الروتر بس طبعا عارفين الاسوتيفيتي اللي هي من اليمين الشمال اليمين الشمال اليمين وانا عندي اهي والاخلاص بالتعديل اول ثم الضرب ثم الضرب ثم الجمع ثم الطرح على الشمال على اليمين ثم كده احنا خلاص الشوط الرابع الشوط الرابع لا مش هذا